الجيش هذا هو مجرد احتياطي للبوليس، يعني عندما يعجز البوليس المهام الأكثر قذارة تعطى للجيش. حتى شك في شيء اللي يقع هذا، مو شعب ناضج يعني، هذا شعب بسيط اللي يعمل الانقلاب هذا بدون تعطيل وبدون قيادة وبدون إيديولوجية. كذا ظهر لي شعب كريم لأبي اللي أنا نجيب لك الخير، يعني أنت تعرف يفو أبوار كونفيونس للبلد، يكون عندك ثقة في الشعب تاعك. راهو شعبنا واعي، راهو شعبنا قاري، راهو شعبنا واعي، راهو شعبنا قاري. الذين يتخرجون من الجامعات اليوم التونسية عددهم أكبر، نعم، ولكن يتخرجون غير مسيسين، وبالتالي يتخرج ناس يعني بيروقراط يمكن يعيشوا، يمكن يبيعوا البلد، يمكن يعيشوا، يمكن يبيعوا البلد، يمكن يعيشوا، يمكن يبيعوا البلد. حتى شك في شيء اللي يقع هذا، هو شعب ناضج يعني، هذا الشعب البسيط اللي يعمل الانقلاب هذا بدون تعطير وبدون قيادة وبدون إيديولوجية. كذا ظهر لي شعب كريم أبي اللي أنا نجيب لك الخير، لازم تعرف يكون أبوار كونفيونس للبلد، لازم يكون عندك ثقة في الشعب تاعك. راهو شعبنا واعي، راهو شعبنا قاري، راهو شعبنا واعي، راهو شعبنا قاري، راهو شعبنا واعي، راهو شعبنا قاري. مهيئين ليشاركوا في فكر سياسي وفي نهضة بلد وفي التفكير له. حتى شك في شيء اللي يقع هذا، شعب ناضج يعني، هذا الشعب البسيط اللي يعمل الانقلاب هذا بدون تعطير وبدون قيادة وبدون ايديولوجية. كذا ظهر لي شعب كريم وأبي اللي أنا نجيب لك الخير، يعني أنت تعرف يفو أبوار كونفيونس للبلد، يكون عندك ثقة في الشعب تاعك. راهو شعبنا واعي، راهو شعبنا قاري، راهو كذا ظهر شعب كريم لأبي اللي أنا الجيش هذا هو مجرد احتياطي للبوليس، يعني عندما يعجز البوليس المهام الأكثر قذارة تعطى للجيش، المهام الأكثر قذارة تعطى للجيش، المهام الأكثر قذارة تعطى للجيش.